تعالوا أعطيكم وصفة سهلة لتحضير سندويشات الدجاج بتتبيلة أو خلطة المايونيز مع الخردل، كتير طيبة وسهلة التحضير. رح أبدأ هون بصدرين دجاج، قطعتهم لشرائح حرفية زي ما شايفين. مباشرة رح أبهر الدجاج بس بنص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة كبيرة عسل. هلأ رح أخلط الدجاج بإيدي لأتأكد إنه كل قطع الدجاج أخذت من البهارات والعسل. هلا رح نحضر الخبز. انا اليوم رح استخدم التوست، طبعا بنقدر نستخدم اي نوع خبز موجود عندنا بنحب نستخدمه للسندويشات. عندي هون ربع كوب من الزبده اللينه يعني بحراره الغرفه زي ما شايفين، رح اخذ مقدار صغير من الزبده بهالشكل وادهن قطعه الخبز فيه من جهه واحده، وبعمل نفس الطريقه مع كل قطع الخبز ومباشره باخذها على قلايه جافه حتى احمصها معاكم. بسخن قلاية جافة على النار كتير منيح لتصير سخنة، ونضيف قطع التوست اللي دهناها بالزبدة وبترك جهة الزبدة لتحت. رح تحتاج تقريبا دقيقتين لثلاثة لتاخذ هذا اللون الذهبي والقرمشة اللي أنا بدي إياها. بنفس القلاية الساخنة رح أضيف قطع الدجاج اللي تبلناها. النار عندي عالية ورح أستمر بتحريكها تقريبا 5 ل 6 دقائق لتستوي وتتحمص معي. وبعد التقليب المستمر زي ما شايفين أخذ الدجاج لون حلو وتحمص. هلأ صار عندي جاهز لنبدأ نطبق السندويشات. هلأ رح نحضر الصوص اللي رح نضيفه للسندويشات. رح استخدم اليوم مايونيز هلو، هالمايونيز الكريمي الطيب بنصحكم تستخدموه بالسندويشات لأنه كتير ناعم، شايفين القوام؟ رح أضيف منه معلقتين كبار. كمان رح استخدم الخردل بوصفتي واستخدمت خردل هلو، الخردل رح أضيف منه معلقة كبيرة. رح أخلط هالنوعين من الصوصات الطيبة مع بعض وهلأ بندهن فيهم السندويشات. لنطبق السندويشات بالبداية رح أحط شريحة توست واحدة، الصوص اللي حضرناه مع بعض رح أوزع كمية قليلة، أنا حطيته بكيس حلواني حتى يكون أسهل بالتطبيق والاستخدام، شرائح من الخس. بعد هيك رح أضيف قطع من الدجاج اللي شويناه مع بعض، ممكن هون نضيف أي نوع من الأجبان، كمل بإضافة شرائح من البندورة. رح أرجع هون أضيف طبقة من الخس. أما بالنسبة للقطعة الثانية من الخبز فرح أدهنها كمان مرة بالصوص وأغطي سندويشتي بهالشكل. وهيك صرنا جاهزين بعد ما حضرنا كل الكمية من السندويشات. شوفوا ما أحلى شكل هالسندويشة، طبقات من السعادة، لذيذة جدا وغنية. بتمنى تعجبكم وصفتنا لليوم وألف صحة.